مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. رايحين ناكل مكان زاكي في أدور. اللي ما إجا هذا المكان أكيد ما أكل أزكى شاورما في أدور. ما بعمل لهم دعاية، ما بعرفهم الشباب، لكن صراحة إذا تأكل شاورما لبنانية فأزكى شاورما راح تلاقيها في شاورما بلس. شاورما بلس على علمي في إلهم فرع في الداون تاون. الفرع هذا على بانك ستريت. في لهم فرعين، في فرع كمان اي ثينك على جرين بانك اذا مش خاب نظني، وعلى في برهيفن في فرع، وفي فرع على كارلين. هذول الاربع فروع على حسب علمي. خلينا نشوف، شوفوا ما شاء الله العالم كيف صافي. طبعا كله بيك اب اليوم. خلينا نورجيكم اسعارهم ممتازه واكلهم لذيذ جدا. طبعا صراحه يعني احنا كنا نيجي هذا المطعم كثير قبل هيك، نضيف اكله زاكي كثير، والحلو فيه القعدة خاصة اللي على بانك ستريت، القعدة حلوة كتير. بس طبعا هلا للأسف موقفين. هاي الأسعار. شاورما الشباب، شوفوا ما شاء الله، طلع هاي جايبين يعني ما بخلصوا واحد. هذا بعطيك قديش عندهم ضغط وفريشنس. يعطيك العافية. Two plates، واحد شاورما لحمة وواحد دجاج. وبدي تبولة على جنب. رز أسمر، واحد رز وواحد بطاطا. لا، واحد رز لحاله وواحد بطاطا لحاله. يس. صورك انبسط، اضحك. طيب يا عيني يا عيني يا عيني. هلا اللي جاي جاي. طلعوا الفلافل يا جماعة، البطاطا الزاكية. بسيخ الشغل مع هذاك. شوفوا الساندويتش يا جماعة، بده ينفجر الساندويتش. هذول البلايتس تبعونا، وفي ال شو اسمه؟ واحد تشيكن واحد لحمة. ومن السيخ إلى الصحن. يب، ومن السيخ إلى الصحن. طلع طلع يا جماعة، كل قطعة لحمة عم بتغني بتغني. حركي بدي سكره للصحن. هاي الدجاج، شوف الدجاج ما شاء الله. يا عيني يا عيني. هيك خلصنا الاوردر، حندوقهم وحنحكي لكم طعمنا، وانا متاكد انهم راح يكونوا زاكين، بس حاحكي لكم برضه شو رايهم. ايه هذا لسه بدي زود، انا فكرته خلص.
شوف الطحينة، شوف كيف بتمط يا عيني. الدللي طلبية تبعتنا، عملنا طلبية من شاورما بلس، وهينا روحين نجربها. يلا معنا، يلا 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 بسرعة. يا عيني يا عيني. طيب بدنا نجرب هلا، شو رأيك يا آدم؟ بلغني شو رأيك. طيب خلينا أول إشي نجرب الدجاج. الدجاج حط عليه شوية تومة. صراحة very tender، جدا رائع. اللحمة اللحمة طبعا حطينا عليها صوص تبع شو اسمه الطحينية. الله اللحمة يا جماعة، اللحمة يا جماعة بتدوب في التم، يعني اشي مش طبيعي. البطاطا صراحة خيال. البطاطا بطاطا فيلم فيلم واو. طيب تبولة، طبصنا الدنيا بس تبولة اوكي، بس صراحة اللحمة انا مش طبيعي طعمها، مش طبيعي طعمها. الله اللحمة قد ما هي طرية بتدوب في التم، يعني ما بتشعر لك تاكل اشي قاسي، بالعكس عادة الدجاج اسهل طبخه بالشاورما لانه بخللوه كويس، بس اللحمة بتطول. بس بالعكس دول تنيم، الدجاج هون رائع رائع صراحة، مع المتومة هاي اشي خيال. على كل حال نشوفكم مرة تانية، سلام للجميع. كول كول كول. صح يا بابا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.